مشاهدينا الكرام، أقف الآن في هذه الوحدة، وحدة البي سي آر، هنا في المختبر المركزي بمدينة تعز، حيث وصلت المحاليل التابعة لهذا الجهاز وهذه الوحدة، حيث كما تشاهدون في الكاميرا وجود الأجهزة الحديثة لهذه الوحدة في هذا المختبر المركزي. تعز على استعداد تام على لفحص أي حالات وباء كورونا إذا ما قدر الله، لكن هناك جهود تبذلها لجنة الطوارئ، وهناك كذلك استعداد تام يعني من خلال ما رأيناه في هذا المكان بالتحديد. معي في هذه اللحظات الدكتور أحمد منصور، هو مدير المختبر المركزي وعضو اللجنة الفنية. دكتور، ما مدى جهوزية واستعداد مدينة تعز لمثل حالات وباء الكورونا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المركز الآن جاهز بالتعاون مع السلطة المحلية، مع منظمة الصحة العالمية. تم تزويدنا بالمحاليل من قبل منظمة الصحة العالمية. تواصلنا مع السلطة المحلية في المحافظة ممثلة بالأستاذ نبيل شمسان. تم تجهيز هذه الوحدة، تم تدريب الكادر. نعمل ليلة نهار في هذه الوحدة، تدريب الكادر الموجود فيه تدريب عالي. نستطيع الآن لاستقبال أي حالة لا سمح الله أن وجدت حالة مشتبهة، إن وجدت في المحافظة نستطيع أن نفحص هذا الفيروس ونؤكد خلو هذا الفيروس أو وجوده في هذا الشخص المشتبه في أي وقت من الأوقات. يعمل المركز خلال 24 ساعة. إذن كما شاهدتم مشاهدينا الكرام، المختبر المركزي على استعداد تام لاستقبال أي حالات مشتبه بها أو مصابة بوباء الكورونا. اللجنة الفنية ولجنة الطوارئ تستعدان من خلال وجود هذه الأجهزة ومن خلال التوجيهات الصادرة في محافظة تعز لإغلاق أسواق القات، وكذلك حظر التجوار ربما يكون في الأيام القريبة. هناك جهود تبذل من قبل اللجنة في مدينة تعز لمكافحة ومواجهة هذا الوباء. أحمد مكيبر، قناة سهيل، تعز.